أطلقنا مبادرة كلنا عطاء، 100,000 شريحة بالمجان زودت للطلاب والطالبات، وتقريباً 30,000 جهاز لوحي. وهناك التزام من سمو سيدي ولي العهد قال الرقم اللي حتوصلوا له بإذن الله حيضاعفه بإذن الله. فبيض الله وجهكم واحد واحد وفخور فيكم واحد واحد. اليوم قاعد نشوف مثال حي متى ما تكاتفت الجهود، ونشكر معالي على قيادته الخلاقة اليوم لقيادة هذا الملف الجوهري والأساسي، وأثني على ما ذكروا معالي الدكتور ماجد. اليوم كأب وكولي أمر ما لي لكم إلا كل الشكر والعرفان على كل ما تقدموه. يوم بعد يوم نشكر رجال الصحة، رجال الأمن. اليوم عندنا فرصة ذهبية إن نكون جزء بسيط من هذا الفريق العظيم، وجنودنا من رجال ونساء في بناء أجيال المستقبل. فمن القلب شكراً لكم.